هو جاي. ويا السن واش لاش لنا اسمع عقول يتحكم فيا انا وحسن وحسن وزياري وحسن ايمان فاطمه فاطمه وحسن وحسن انا مش انا وحسن واروى مش مجمعين جمعية الصيد بالسلوقي ومعطلي التنمية الاجتماعية مش مين مش مجمع أخصار من كده الجماعة صف الطلبة شحال هذه انتم شحال انتم أصل الجمعية التأسيس ديالها تقريبا شي عامين شي عامين ونص كيف جاء التأسيس ديالها واش تتعمل هذا المهرجان ولا كانت عندكم فكرة قبل كتتمارسوا الرياضات؟ كانت عندنا فكرة تقليدية ديال الصيد التقليدي ومني تطورت ولات الحمد لله جمعيات ولينا حتى حنا كنبحثوا على القانون وتكون هذاك الشيء وداز بخير وجبرنا نتيجة أحسن من اللي كان هذاك الشيء عشوائي. عندكم منخرطين شحال دابا؟ عندنا حوالي شي 35 منخرطة. كنظموا شي مسابقات في الجامعة؟ كنظموها. فين المسابقة؟ شمن خصك تكون مسابقة؟ كنظموها في الجامعة. موسم القنص ولا عندكم؟ لا كنشاركوا في بعض المهرجانات كيزدعيونا الناس دابا بحال هاد الإخوان هادو هومايا. شمن الشهر كيكون؟ كيكون في العام الآخر كان في شهر 5 وهاد العام هذا سلوقي يعني سلوقي السباق السلوقي وهاد العام هذا دايرين في نهار 16 في شهر 9 جامعة سوق الطلبة في الصالة الكبير. تبارك الله عليك شكرا
وما عرفكش الخيل ديال شمن جمعيه نتوما؟ الحاج الشهبي فين شمن جماعة؟ السواكل جماعة السواكل القصر الكبير. سمية ديالك؟ محمد حسون. دونك الله غنتبعوك نشوفوا محمد حسون شنو غادي يعمل في هذه المسابقة هذه ديال التوريدة والخيل سباق. نتمنى الله التوريدة. إذا استعدادات للخيل. تبارك الله عليك. سي الحاج. نعم سيدي. خلاص بخير. اهلا لاباس عليك. كي الظروف اللي كتجري فيها المسابقات السلوقي هذا الصباح؟ هذا الصباح هذا كان هو يوم ختام ديال السلوقي وتأهلوا من 30/10 ومن بعد نص ساعة إن شاء الله غادي تكون النهائي الأول والثاني والثالث اللي غياخذوا الجوائز والسبعة اللي غادي يجيو بعد 10 حتى هما غياخذوا الجوائز ديالهم كي تسمى 10 بهم غياخذوا الجوائز من 150 سلوك. يعني المشاركة 150 سلوك. 150 سلوك. اش يمكن تكلمنا شوية على التطور ديال المسابقة دابا فين وصلت يعني كيفاش بدات وفين دابا التقييم ديالها؟ مستوى المشاركة على مستوى الجمعيات على مستوى العدد ديال السلوقيات اللي مشاركين. جمعية عبد الصمد الكنفاوي في 2010 دارت مهرجان الاول ديالها وكان المشاركه ديال السلوقي في الخيمه في بالكون اتلانتيكو ما جراو مع الوالو غير كتبيين للناس بان السلوقي موجود. في 2011 عملنا مسابقه كان 15 سلوقي اللي جمعنا ما ساعات الناس باقي ما عرفاش. في الدوره السابعه اللي احنا فيها الان جاو تقريبا على ما يزيد 150 سلوقي وكما تعلمون راه كتزاد كل هذا التطور ديال هذه الرياضه على مستوى الاقليم. واش يمكن في المستقبل تعملوا يعني شي لقاء ولا شي حاجه باش يمكن هاد اللي كيشتغلوا في هاد الرياضه هذه يمكن يساعدوا يزيدوا ينظموا في جهه تطوان حسيمة طنجة كان موجود فيها جمعيه واحده ديال السلوقي هي الجمعيه اللي كنت انا مرأسها مدينه العرائش. اما الان فرجعوا جمعيات كثيره اللي الناس انضمت لهذ الجمعيات هذه اللي هي الان فهو موروث تراثي ديال المغاربه وخصنا نحافظوا عليه وحنا كنحافظوا عليه وان شاء الله حنا زايدين به القدام ان شاء الله. نعم بالاضافه لليوم الختامي ديال هذا السلوقي يعني كاين الان غتكون مسابقه ديال التوريده يمكن تكلمنا كذلك على هذا السباق. هذا احنا دائما في المهرجان الدولي للثقافه والفنون والتراث وهذا من تراثنا الاصيل هو الخيل المغربي دائما موجود في جميع المهرجانات اللي هي تراثيه وحنا دائما هذا الخيل كنحاولوا نحافظوا عليه دائما في هذا المهرجان وغادي يبقى ان شاء الله وكنتمنى حتى الا حنا ما بقيناش في هذه الجمعيه ومشينا بحالنا الجيل اللي تابعنا يحافظ على هذا الموروث الثقافي والتراثي اللي عندنا حنا في بلادنا ويبقى في مدينه العرائش لان الناس ما عادش هذا الشيء تشوف. نعم بالاضافه الى ذلك كانت حضور ديال المشاركه الفنيه ديال واحد الفرقه من جمعيه الرما ديال اللي كتغنى بهذا التراث هذا سواء ديال الصيد ولا ديال الرما ولا ديال نعم كانت موجوده عندنا هنا في اختيار هذا اخترتوا هذه الفرقه هذه؟ هذه الفرقه اخترناها لانها هي تراثيه وبغينا نعملوها في هذا الجو ديال الخيمه اللي كما تعلم جبناهم باش يكون موازي مع التراث ديال الخيل والسلوقي والصقر ويجيو هذه الموسيقى هذه اللي هي كتغني على هذا الصيد وعلى هذا الخيل وركوب الخيل وجري الصيد والطيور والحمام فكانت ممتازه فكره ممتازه اللي قام بهذه الفكره هذه. محمد
يعني هما اللي بغينا نقولوا الرؤساء ديال الجوائز ديال السلوكي كاين الشكر ليهم كنشكروا القطريين والجمعيه ديالكم تفضل تفضل هكذا وتقول لي السميه هكا كنشكروا القطريين حتى كنشدو هنا قدم السميه ديالكم بسم الله الرحمن الرحيم جاتك الاشاره هو واحد اثنين ثلاثه مع راساتك بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد العاصمي من جمعيه ثقافه الاربعاء الغرب ديما هذا المهرجان والتظاهره كنشاركوا فيها بواحد وديما الحمد لله كتكون مشاركة طيبة كاين ضمان الاخوان القطريين كتكون تنظيم مزيان والحمد لله كما راكم شفتوا دابا كان سباق جد مناسبة طيبة ومدينة العرائش والحمد لله على السلوقي ديالك اللي فاش شنو سميتو؟ روكي روكي شحال انت كتربي؟ دابا عنده 5 سنوات كيفاش الطريقة اللي التربية اللي كتربي؟ التربية عادية بحال كاع السلاك كان الماكلة ديالو خاصة كويت زيت البيض كويت البيض في الصباح الصباح كتشارك بزاف المسابقات كتشارك ديما كاع المسابقات كنشاركوا بهم بحال الخميس الساحل بحال بحال مهرجان سوق الاربعاء الغرب مهرجان ديال صبد الكرافطا بحال ديال عرباوة بحال ديال بحال مهرجان حد كورت وحنا كنشكروا كاع الاذاعه اللي مكلفه بينا بفضلك ايوه تصريح على علشان التظاهرة تصريح السلوقي مسابقات يعني مسابقات ايه بسم الله الرحمن الرحيم محمد حسين الفيسي من جمعية القناص القطرية طبعا اليوم درنا مسابقة السلوقي هدد السلوقي اللي كان 125 مشارك تقسمت الى 10 مجموعات كل مجموعه كان فيها من 11 الى 12 سلوقي احناهم الى نصف النهائي نصف النهائي عملنا مجموعتين كل مجموعه كان فيها 15 سلوقي اخذنا منهم الخمس الاوائل اهلناهم للنهائي لصبح النهائي 10 سلقان من المجموعتين كل مجموعه 5 5 الحمد لله النهائي كان مرضي للجميع كان نهائي قوي بين السلقان العشر سلقان المتاهله المركز الاول حصل على جائزه نقديه 5000 درهم المركز الثاني 3000 درهم المركز الثالث 2000 درهم بالإضافة إلى المركز الرابع للمركز العاشر كل مسابق حصل على 500 درهم ألف مبروك للفائزين حظ أوفر للبقية
بالنسبة لتطوير المسابقة في المستقبل كيف تنظر إليها؟ الحمد لله المسابقة كانت مستوى نازل والحمد لله هذه السنة المستوى كان عالي جدا بالنسبة للقوانين بالنسبة للشروط اللي وضعناها حق إخواننا مربيين هذه النوع من أنواع الصيد اللي هو السلوقي. الحمد لله الرضا كان عام للجميع. نحاول أن نطور بعد أكثر وأكثر في هذه المسابقة لتصبح مسابقة الحمد لله، وراح نكثر إن شاء الله المسابقات في المغرب سواء في العرايش أو في فاس أو في مكناس، راح نكثر هذه المسابقات للهواة طبعا يكونون يستفيدون من هذه المسابقة ويحتفظون بهذا النوع من أنواع السلوقي اللي هو الآباء والأجداد. لاحظنا تحسين على مستوى يعني إدخال مثلا فنون استعراضية في المسابقة طبعا مسابقة فرقة يعني مسابقة عيدة الرمى مسابقة الفرقة الفنية الفرقة الفنية أنا ما بعرف في الفنية أي بس أنا هذا مجالي في السلوقي في الرماية يعني إضفاء مظهر احتفالي على هذه المسابقة. الحمد لله المسابقة ظهر بكل وجه حسن الحمد لله. شكرا. تصريح السلوقي هنا مسابقات يعني مسابقات ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد جسيل الفريسي من جمعية القناص القطرية. طبعا اليوم درنا مسابقة السلوقي هدد السلوقي اللي كان 125 مشارك تقسمت الى 10 مجموعات، كل مجموعة كان فيها من 11 الى 12 سلوقي، اهلناهم الى نصف النهائي نصف النهائي عملنا مجموعتين، كل مجموعة كان فيها 15 سلوقي اخذنا منهم الخمس الاوائل اهلناهم للنهائي لصبح النهائي 10 سلقان من المجموعتين في مجموعة خمسة. الحمد لله النهائي كان مرضي للجميع، كان نهائي قوي بين السلقان العشر سلقان المتأهلة. المركز الأول حصل على جائزة نقدية 5000 درهم، المركز الثاني 3000 درهم، المركز الثالث 2000 درهم، بالإضافة إلى المركز الرابع للمركز العاشر كل مسابق حصل على 500 درهم. ألف مبروك للفائزين حق أوفر للدوية. بالنسبة لتطوير المسابقة في المستقبل كيف تنظر إليها؟ الحمد لله المسابقة كانت مستوى نازل والحمد لله هذه السنة المستوى كان عالي جدا بالنسبة للقوانين بالنسبة للشروط اللي وضعناها حق إخواننا مربيين هذه النوع من أنواع الصيد اللي هو السلوقي. الحمد لله الرضا كان عام للجميع. نحاول أن نطور بعد أكثر وأكثر في هذه المسابقة لتصبح مسابقة الحمد لله، وراح نكثر إن شاء الله المسابقات في المغرب سواء في العرايش أو في فاس أو في مكناس، راح نكثر هذه المسابقات للهواة طبعا يكونون يستفيدون من هذه المسابقة ويحتفظون بهذا النوع من أنواع السلوقي اللي هو الآباء والأجداد. لاحظنا تحسين على مستوى يعني إدخال مثلا فنون استعراضية في المسابقة طبعا مسابقة فرقة يعني مسابقة عيدة الرمى مسابقة الفرقة الفنية الفرقة الفنية أنا ما بعرف في الفنية أي بس أنا هذا مجالي في السلوقي في الرماية يعني إضفاء مظهر احتفالي على هذه المسابقة. الحمد لله المسابقة ظهر بكل وجه حسن الحمد لله. شكرا. Yeah.
عند خريسي عندك يضحك يضحك على كل شيء 400 وما دخلش خريسي الله يخليك راه مريض ها راه مريض ضري له شي ركاب وطلبنا الله طلبنا الله الله يشفيك Hey!